بالنسبه للاثواب اللي ذكرنا نبداو بهذا. هذا هو الكشمير اللي دوزنا في اللي هضرنا عليه سامبل هنا في هاد لا كولور موتار. كيف ما قلنا الناس بداو كيتعاطاو ماشي غير نوار بيج غري مارون الوان المغلوقه في الشا، كيقدروا يلبسوا حتى هاد الالوان الفاتحه في دابا ولاو تيعجبهم يلبسوا حتى الالوان الفاتحه في الشتا. عندنا هذا حتى هو الغوز غوز فوشيا حتى هو شتوي. بالنسبه للاثواب الاخرين اللي ذكرنا من غير الاوني عندنا هاد لي كارو اللي فهاد الشكل اللي هو ماركه قديمه ومعروفه من شحال هادي. هنا عندنا هادوك لي كارو بثلاثه د لي كولور نوار بيج مع بلو مع بلو جين، وعندنا هنايا في هاد الموديل مارون اي بيج. هاد الماركه راها قديمه من عهد جدودنا معروفه. هادو لي كارو عاديين في الكشمير اللي هو هاد التوب وخدموه بلي كارو ماشي سامبل. وهذا هو الكافيار واللي كنا كنهضروا عليه، فيه الديسان ديال الكافيار كشمير مي جاي بحال بوانتي جاي بحال الشكل ديال الكافيار. هادو كلهم كيجيو في هادوك القصات اللي هضرنا عليهم قبل، ونقدروا ابار هاد لي كارو اللي ما هضرناش عليه قبيلات هو انه نقدروا نخدموه باتشورك. باتشورك يعني كندخلوا مثلا هذا اللي عندنا بلي كارو بالنوار والبيج والبلو، كتقدري تدخلي توب سامبل في النوار وبيان في البيج وبيان في البلو على حسب الذوق ديالك. كتدخلي يا اما في ليمونش يا اما في القاب يا اما في نيفو ديال الكورساج يعني في السدريه. هنا عندنا لا ميم شوز بالمارون ولا بالبيج. هادو كلهم مشكلات اللي ونقدروا نخدموه بالهدوب، كيجيو بالهدوب اوني مثلا في هذا الموديل اوني بالموف حتى هو كيجي زوين. يعني موجودين الاختيارات اللي غتناسب كل سيده. بالنسبه للون البشره هذاك هو المهم، هو اللي خصها تختار. بحال دابا هذا الموف تيصلح مع السيدات اللي عندهم بشره بيضاء، السيدات السمرات ولا القمحيات تيجيهم شي شويه مظلم يميلوا للالوان الفاتحه بحال هاد لو روز فيشيا بحال الموتارد بحال فيو روز نيود نوار يجيهم زوين. هاد الالوان اللي شي شويه مغلوقه بحال الموف ولا لوبرجين كيبغي اللوينات السيدات اللي البشره ديالهم فاتحه.